مساء الخير يا سنة تانية، احنا النهاردة هناخد اخر درسين في المنهج وهما التحقق من البيانات بواسطة الجافا سكريبت. هما عبارة عن 4 كودات، كل درس كان كودين. اول كود عندي هو عن طول اي فيلد في الويب بيج، زي مثلا الفيلد بتاع الباسورد. انا عندي هنا ساعات لما بدخل اي ويب بيج بحب ان انا ادخل مثلا باسورد اقل من اي عدد حروف معين، ساعات بيطلع لي مسج يقول لي دخلي عدد الحروف المعين وليكن 6 او 8. فانا دلوقتي عايزة اخلي اليوزر لما يجي يدخل باسورد ما تقلش عن 8 حروف. بعمل ايه؟ اول حاجة بقوم عاملة form name equal، ولازم اديها اسمه اللي هو form 1. بعد كده بطلب منه ان انا عايزة ادخل text box عبارة عن password، وبكتب هنا كلمة password عشان تبقى dots او stars، ولازم اديها اسم زي text 1. بعد كده بعمل input type equal submit، وده عشان ينقلني للصفحة التانية اللي بعد التسجيل. بعمل value عندي send، ده الاسم اللي بيتكتب على الزرار زي ما احنا متفقين كل مرة، وبعدين بكتب له اسم الدالة اللي انا عايزة استدعيها. دلوقتي انا هبتدي اعمل الدالة من خلال سكريبت، وبعدين بكتب اسم الدالة اللي انا كتبتها فوق اللي هي F1، وبعدين بقول له F form 1 في النموذج اللي عندي في الفورم نمبر 1 التكست 1 اللي هو التكست بتاع الباسورد. لو الفاليو اللي فيه اللينث بتاعها اقل من 8 ساعتها طلع لي alert message فيها الكلام اللي انا عايز اكتبه اللي هو minimum allowed length 8 characters، ولازم انهيها برضه بالسيمي كولون، وبعدين بقفل الكيرلي براكتس وبقفل الكود عندي عادي. طيب انا احب اشوف برضو التطبيق، اشوف الكلام ده هيمشي عندي ولا لا. عندي هنا التكست بوكس اهو، هحاول اجرب اكتب فيه مثلا 4 حروف، وهلاحظ ان هو كتبها دوتس، واعمل سند، ساعتها هيطلع لي مسج يقول لي مينيمم الاود لينث 8 كاركترز. ده كان اول كود بالنسبه لي. تاني كود هو عن طول اي فيلد عندي، تاني كود عن ان انا ازاي اخلي اليوزر يملا لي كل الفيلدز اللي عندي، ما يسيبش اي فيلد عندي فاضي. ده بعمله ازاي؟ برضو لازم مدام يبقى هيسيب اي فيلد فاضي يبقى انا عندي فيلدز، الفيلد عندي يبقى تكست بوكس او تكست بوكس عامه. فلازم هعمل فورم منين، برضو اديها اسم فورم 1، هكتب student name، دي الكلمة اللي هتتكتب قدام التكست بوكس. هقول له input type equal text، النيم بتاعها لازم اديها name text 1، والاسم ده ممكن يتغير، اي حد يغيره زي ما هو عايز. بعد كده بعمل input type equal submit، ده عشان ينقلني للصفحة التانية اللي بعد التسجيل. الvalue is send، وبعدين return F1 اللي هي F1 ده اسم الدالة اللي عندي او الفانكشن اللي عندي. بعد كده بقول له هنا في الدالة بقى نفسها بعمل script، وبدخل اعملها form1.text1 في الform 1 التكست 1 التكست بوكس عندي الفاليو اللي فيه لو فاضية ساعتها طلع لي alert message يعمل لي required field. هو طبعا هنا ما بين الهاي كوتيشن هلاقي مفيش حاجة مكتوبة، معنى كده ان الفاليو بتاعتها فاضية. طب برضو نشوف التطبيق بتاعها هيبقى عامل ازاي. عندي student name زي ما انا كتبتها والtext box، احاول ان انا مكتبش حاجة فيها واعمل send، ساعتها هيطلع لي alert message فيها required field زي ما انا كنت عايزة. طيب تالت كود عندي اللي هو الماتشنج، ده بلاحظ ان هو بيجيلي كتير في الباسورد. ساعات في بعض المواقع بتخليني ان انا اكتب باسورد مرة واتنين. طيب انا هعمل دلوقتي form 1 equal اللي هي form 1 ده اسم الفورم اللي عندي، بكتب باسورد input type equal password، ولازم اديها اسم عشان تبقى مختلفة عن لما اكررها تاني. بعمل بعد كده بكتب retype password input type equal password، ولازم اديها اسم مختلف، عملتها text 2. بعد كده بقول له submit، دي عشان التسجيل انا همشي عادي جدا، والvalue بتاعه send، وبعدين on click return f1 ارجع لي للfunction الاولانية. بعد كده هعمل الفانكشن اللي عندي، بقول له if form1.text1.value والwonder mark بتاعتي equal equal
form 1 عشان هما الاثنين في نفس الفورم، text 2 value لو هما ما اتفقوش طلع لي alert message فيها the two values don't match. اوكي طب برضو نشوف التطبيق بتاعها. عندي هنا الباسورد والجي تايب بتاعها، هكتب مثلا هنا 4 تصفار، اوكي، وهكتب هنا 4 وحال، اوكي، واعمل سند، ساعتها هيطلع لي the two values don't match. اوكي بعد كده هنيجي للكود الرابع والاخير في الجافا سكريبت، بعد كده هنبقى خلصنا الكودات كلها، وهو ازاي اخلي اي فيلد عندي يتدخل له قيمة رقمية بس. يعني ما ينفعش ما اسمحش لليوزر ان هو يكتب لي اي قيمة letters حروف، لازم تبقى ارقام، وده مثلا زي ارقام الموبايل لازم يكتبها لي ارقام. فانا هعملها ازاي؟ برضو form وهديها اسم form 1، input type equal text، ولازم هديها اسم برضو input type equal submit value send و on click، ده اسم الفانكشن بتاعتي. بعد كده برجع اكتب له الفانكشن تاني ف1 لازم ما غيرهاش، وبعدين بقول له is name form1.text1.value، وبعدين اقوم اقفلها. يعني ما معنى الكود ده لغة جافا سكريبت؟ لو انت ما تدخلكش قيمة رقمية هتطلع لي alert message فيها enter a numeric value. طب برضو نشوف التطبيق بتاعها عامل ازاي. عندي هنا هحاول ان انا اكتب حروف مش هكتب ارقام، يعني مثلا هكتب له مثلا كلمة سكول، اوكي، واقوم عاملة send، هيطلع لي مسج اسمها enter a numeric value. كده احنا خلصنا كودات الجافا سكريبت كلها، وكان اخر درسين فيهم اللي احنا شرحناهم دلوقتي، اللي هو التحقق من البيانات، ازاي اتحقق من اي بيانات داخلالي في الويب بيج بتاعتي من خلال اول كود كان عن طول اي فيلد عندي، تاني كود كان عن ان انا اخلي اليوزر ان انا اجبره ان هو يملى لي كل الفيلدز اللي عندي، تالت كود هو ان التطابق ما بين اي تو فيلدز عندي، واخر كود عندي هو كان ان انا ادخل قيمة رقمية في الفيلد اللي موجود في الويب بيج. انا كده خلصت، يا رب يكون الدرسين دول سهلين عليكم ومش محتاجين حاجة فيهم، وان شاء الله هيبقى في اسئلة فيديو او شيتات هتنزل على صفحة المدرسة او جروبات الواتساب اللي احنا عاملينها لكم. اي اسئلة ياريت تكتبوها لي على جروبات الواتساب او على الكومنتات في الفيديو، وانا ممكن احط لكم فيديو تاني. شكرا ليكم، مع السلامة.